هل ننتظر من فضيلتكم ردا عبر إحدى الصحف أو المجلات حول ما حصل من إشكال في مسألة الحجاب؟ وهل سيكون هناك بيان من اللجنة الدائمة حول مفهوم الحجاب الشرعي لإزالة ما حصل عند الناس من لبس كثير بمثل هذه المسألة؟ يا أخواني، أمر الحجاب واضح، ما يحتاج إلى جدال وإلى ردود، الأمر واضح، لكن هؤلاء لا يريدون الحق. اللي ما يريد الحق ما تستطيع أنك ترده أبدا، ولا اللي يريد الحق الحجاب موضح ولله الحمد في كتب ورسائل من أئمة وعلماء مطبوعة موجودة، فاللي يريد الحق يراجعها، يراجع رسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يراجع رسالة الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، يراجع كتاب الحجاب واللباس في الصلاة، وهي رسالة مأخوذة من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية لسورة النور، رسالة مختصرة، واللي يريد التطويل يروح للكتاب، كتاب تفسير سورة النور لشيخ الإسلام ابن تيمية. فالأمر واضح ولله الحمد، ما فيه إشكال. ولكن اللي يريد الباطل ويريد الهوى ما يمكن ترده أبداً، لو تجيب له كتب الدنيا ما هو براجع، يعني يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذا يتبع هواه، ما يتبع الدليل، واللي يتبع هواه هذا ما في حيلة، ما في حيلة مهما كتبت ومهما، فلا داعي للكتابة، الكتابة مكتوب وموجود. اللي يريد الحق يراجع هذه الكتب وهذه الرسائل. نعم.